رح نحتاج لكوب ونصف من الطحين، نص كوب، ثلث كوب من الكاكاو، 200 جرام من الزبدة، كوب وثلث ارباع من السكر، 4 بيض، فانيلا، معلقة كبيرة من الخل، لون غذائي أحمر، كوب جوز أو نص كوب جوز. للوجه بدنا 400 جرام جبنة كريمية، 2 بيض، فانيلا ونص كوب من السكر. أوكي. زي ما احنا متعودين الزبدة دايما أول حاجة مع السكر. سكر ده. أوكي. السكر الأكتر احنا أنا بفرقاهم. تمام. أنا هعمل هنا نص الكمية بس. أنا هنا بس هحط الزبدة والسكر وبعدين هحط بيضتين. طيب أنا هنا حطيت البيضتين زي ما اتفقت معاكي. تمام. وهحط دلوقتي الفانيلا وهحط كمان الخل. أوكي. ليه الخل؟ بصي بيودي الزنخة ونوعا ما بينفخ. ممكن بينفخ لأن احنا مش حاطين بيكنج باودر طبعا، ما بنحطش بيكنج باودر مع البراوني. ما بيكنج باودر فشوية بيدي كده شوية هشاشة. تقدري اوكي. شوفي دلوقتي انا حطيت بس الطحين مع الكاكاو. اوكي. عادي خالص وهننزلهم على بتنزليهم وبتخفقيهم وبخفقهم. ومعانا بقى هنا اللون الاحمر. اوكي. جاهزين باللون الاحمر. هناخد اللي احنا عملناها دي وهحطها هنا وهحط مع دلوقتي عايزة اعمل خلطة تانية هي عبارة عن الجبنة مع البيض مع الفانيليا. هادي ليه؟ دي بصي هعمل ايه انا دلوقتي، هاخد شوية من الخليط ده بس شوية قد كده يعني. أوكي. مش اكتر من كده. اوكي. اوكي. وهحطه هنا وهاخد الجوز المكسر هحطه على الكمية اللي هنا. وبعدين هحط كل الكلام ده فين؟ الصينية. هناخده ونحطه في الصينية. أحلى لونها. خلاص دلوقتي هناخد السكر اللي عندنا والجبنة اللي عندنا الكريمي والبيض والفانيلا. كده نبقى خلصنا الخلطة بتاعت فوق. بقى عايزين دلوقتي نخفقها وهتشوفوا بعد دلوقتي ازاي هنعملها علشان خاطر ناخد الشكل الرخامي ده اللي عندنا. هنخفق بقى دول مع بعض، السكر والجبنة والبيض والفانيلا. ده هيكون التوبينج بتاع البراوني اللي هحطه على الوش. تمام كده خلصنا. طيب هناخد دلوقتي الجبنة، خليط الجبنة اللي عملناه وهنحطه على الوش كده اهو. نغطي بيه الوش بتاع البراوني اللي عندنا كله هكذا. هذا شو رأيك بالتصفيطة؟ يعني اقول ايه، فنانة عن جد. منيح؟ طبعاً طبعاً. والله بس خلص بكفي. شو رأيك؟ خلاص تمام. طيب هناك. طيب هنفرد الخليط بتاع الجبنة على الوش كده اهو. نفرده كويس وبعدين هناخد احنا يعني شايلين تقريبا هنا ربع كوباية مش اكتر. بصي هنعمل ايه دلوقتي، هناخد السكينة وبس هبتدي اعمل خطوط كده بالشكل ده. شايفة؟ اوكي. ده اللي هيعمل لي كده. بصي ازاي اهو، شايفة؟ خلاص يا سليمان تصرف. انا ضايقة هلأ بكون. انا كتير زاكي. انت ضايقة بالهنا والشيفة. الشيفة.
شايفة؟ بس بنعمل كده، بندمجهم الأول مع بعض وبعدين بنبتدي نعمل زي خطوط. هناخدها بقى نحطها في الفرن على درجة حرارة 180، تقعد تقريبا تلت ساعة. شكرا على المتابعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.